بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الليل والنهار ومدبر الخلق والقاضي سبحانه بما شاء. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، ففي تقلُّب الأيام وتعاقُب الفصول سُننٌ عظيمةٌ لله في هذا الكون. قال ربنا سبحانه: والشمس تجري لمستقرٍ لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فآيات الله في الكون وهذه المخلوقات في الفلك التي يدبرها الحكيم الخبير سبحانه، فيها آيات عظام ودلائل بينات تدل المؤمن على عظمة الخالق جل في علاه. وهذا كله مدعاة للتفكر في خلق الله وملكوت السماوات والأرض، في طريق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتقديره حق قدره، حتى تمتلئ القلوب المسلمة إيماناً بالله العظيم وتعظيماً ومعرفةً لقدره جل في علاه. ولهذا جاءت الآيات داعيةً إلى هذا النظر، إلى ذاك التفكر، إلى ملء القلوب بهذا الإيمان. يقول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ويقول سبحانه: قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقد أثنى الله عز وجل على أولئك الذين كانت قلوبهم من الحياة ما تعيش معنى التفكر في تلك الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. فيا مؤمنا، سبح ربك العظيم الخالق جل في علاه، واستنطق جوارحك وفؤادك وكل ذرة في جسدك، استنطقها تسبيحا وتكبيرا لخالق الخلق ومدبر الكون جل شأنه. فإنها والله آيات عظام، وتعاقب الليل والنهار وتتابع فصول السنة دلائل توحيد وبراهين إثبات على الخلق والتقدير والتدبير، تأخذ بقلوب العباد في مدارج التقوى. تأمل معي قول الحق سبحانه: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. تفكر ينظر فيه العبد في حكمة الله البالغة في هذا الحر والبرد، صيفاً وشتاءً، ويدخل أحدهما على الآخر بالتدريج والمهلة حتى يبلغ نهايته، ولو دخل عليه فجأةً لأضر ذلك بالأبدان وبالنبات وبالحيوان وأهلكها، ولولا العناية واللطف وتدبير الحكيم الخبير العظيم القدير سبحانه ورحمته وإحسانه إلى خلقه لما كان كل ذلك. أيها المؤمنون، فصل الشتاء، موسم البرد ونزول المطر وهطول الثلوج، حين يكسو الأرض ببياضه ويرسم على مشهد الطبيعة صفحة من النقاء والسكون، هو أحد آيات الله العظيمة في الكون التي يخطو فيها العبد المؤمن مزيداً من خطوات الإيمان وعمارة القلوب بتعظيم الله المدبر المتصرف في هذا الكون البديع. وقد سمى الله نفسه بديعاً، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. ومن أجل ارتباط حياة المسلم في الشريعة بعبادته لربه وخالقه في كل ناحية من أنحاء الحياة وفي كل مجالاتها ومختلف اتجاهاتها، فإن الشريعة حرصت
على أن تربط القلب المؤمن بتلك الآيات في الكون، فيعيش معها في طريق العبودية مستشعراً تلك الآيات العظام، مستصحباً عظمة الخالق عز وجل، ليزداد إيماناً على إيمانه، ويقترب إلى ربه أكثر، ويتعرف على دلائل العظمة في الكون التي تدل على عظمة الخالق. وذلك من أجل أن يكون مرور تلك الأيام وتعاقب الفصول في السنة ليست حدثاً كونياً مجرداً، ولا ظواهر طبيعية يمر بها العبد بمعزل عن معنى استشعارها في قلبه وأثرها في فؤاده. ليس العبد المؤمن بقلبه الحي المتصل بالله ليس جماداً من الجمادات، ليس جبلاً ولا شجراً ولا حجراً يمر عليه الصيف والشتاء سيان. ليس القلب المؤمن المتصل بالله العارف بآياته في الكون ليس شيئاً هدراً في هذا الكون لا يفرق بين حر وبرد وصيف وشتاء ومطر وقيظ، لكنها آيات كلما تعاقبت ازداد إيماناً وارتبط في كل حوادث الكون بالخالق سبحانه. هذا لأنه مؤمن مرتبط بتلك الآيات العظام التي دلت عليها الشريعة. حرصت الشريعة على اغتنام المسلم لهذا الفصل من فصول السنة الشتاء، وتوظيفاً لهذا الموسم في طريق عبوديته لربه على أكمل وجه وأتمه. ها هنا يأتي هذا النظر البديع فيما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق وهو يقول: الشتاء غنيمة العابدين. صح هذا عن عمر رضي الله عنه فيما أخرجه ابن شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية. أراد هذا المحدث الملهم الفاروق عمر رضي الله عنه، أراد أن العابد يفرح بالشتاء غنيمة يجد فيها من التزود من أصناف العبادة ما لا يظفر به في غيره. هذا الذي قرره السلف رضوان الله عليهم بعبارات متقاربة، فاسمع رعاك الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: مرحباً بالشتاء تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فكان يقول رضي الله عنه: الصيام في الشتاء وقيام ليل الشتاء. يقول الحسن البصري رحمه الله: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. هي جمل تحمل من فقه السلف رضوان الله عليهم طرفاً بديعاً من معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الشتاء ربيع المؤمن. الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى. زاد البيهقي في روايته: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام، وطال ليله فقام. الحديث فيه ضعف، تفرد به عمرو عن دراج، قال أحمد: أحاديث دراج منكرة، أبو السمح المصري. الحديث أيضاً أخرج الترمذي قريباً منه، والإمام أحمد والبيهقي وابن خزيمة مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. والحديث عن عامر بن مسعود رضي الله عنه، وحسنه الألباني بشواهده. هذا الحديث الضعيف في سنده بطرق أحاده، لكن شواهده تقويه ومعناه صحيح كذلك. تأملوا هذا الحديث المرفوع وتلك الآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أمر، فإنها وصفت الشتاء بوصفين: الأول أنه ربيع المؤمن، والثاني أنه غنيمة باردة. فلنأخذها واحدة واحدة. أما كون الشتاء ربيع المؤمن فلأنه يرتع فيه في بساتين الطاعة، ويتنزه قلبه في رياض الأعمال الصالحة الميسرة في الشتاء، كما هي الحقول في الربيع. أليست تزدان بتفتح الأزهار وجريان الأنهار واخضرار الأرض؟ موسم الشتاء هو ربيع في الأعمال الصالحة التي تجري أنهارها وتتفتح أزهارها وتطيب أجواؤها في حياة العبد المؤمن وفي قلبه. فهل رأيتم عاقلاً صحيحاً
سليما يأنف من الربيع أو لا تنبسط له روحه. كذلك الشتاء في قلب المؤمن هو بهذا المعنى البديع، ربيع في قلبه يأنس بالشتاء إذا حل أنس روح يجد فيه معنى من معاني الربيع، تفتح الأزهار وجريان الأنهار، لكنها ليست الحسية بل هي المعنوية بالطاعة التي يفرح بها المؤمن فينبسط لذلك كله، حائزا في صحائف عمله ما يرجو به تثقيل ميزانه وما يلقى الله جل وعلا. أما الوصف الآخر وهو الغنيمة الباردة، فيقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومعنى كونه غنيمة باردة أنها جعلت كالغنيمة عندما تحصل بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة. وأما قيام ليل الشتاء فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم ثم تقوم. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول السندي رحمه الله: الغنيمة الباردة هي الحاصلة بلا تحمل كلفة المحاربة، وصوم الشتاء له أجر بلا تحمل مشقة الجوع لقصر الأيام ولا العطش لبرودتها، ففيه ترغيب للناس في صوم الشتاء. ويقول الحافظ المناوي رحمه الله: والعرب تستعمل البارد في شيء ذي راحة، تستعمل لفظ البارد في شيء ذي راحة، والبرد ضد الحرارة لأن الحرارة غالبة في بلاد العرب، فإذا وجدوا بردا عدوه راحة. فإذا وصفوا الشيء بالبارد أرادوا به المريحة الذي لا تعب فيه ولا نصب. هما عبادتان رغبت فيهما الشريعة أيام الشتاء أيها المسلمون، وهما من أجل العبادات في الإسلام وأوفرها حظاً بالأجر والثواب عند الله، ولأهلهما من الكرامة والحظوة ما ليس لغيرهما من سائر أصناف العبادات: صيام النهار وقيام الليل. ولأجل هاتين العبادتين كان رمضان غرة الشهور في العام، نهاره يصام وليله يقام. ومن هذين البابين جاء الإغراء في رمضان بالعفو والمغفرة الجليلة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالذي يظفر أيام الشتاء بصيام النهار القصير وقيام الليل الطويل فما أشبه عيشه بأيام رمضان، ما أشبهه بعيش أيام رمضان، وعندئذ سيجد معنى الأنس ويهنأ أيضا بالفوز والنعيم. وإن لعلى نحو أسابيع عشرة من بلوغ رمضان، نسأل الله أن يبلغنا إياكم أيامه بعفو وعافية وسلامة. أما باب الصيام وهو أحد هذين البابين، فقد تزاحمت في فضله والترغيب فيه نصوص الشريعة، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هل لك عبد الله عبادة ميسرة في مثل هذه الأيام التي يقصر نهارها ببرده، فلا يجد فيها الصائم حر الجوع ولا العطش، ثم يكون له من الظفر أن الله يكرمه فيباعده عن النار يوم القيامة 70 سنة؟ فكيف إذا صام يومين وثلاثة وأربعة وما قدر الله له؟ هو الترغيب الشديد في أن يظفر المسلم بتلك العبادة، ولربما شقت عليه تلك العبادة سائر أيام العام لاشتغاله بالوظائف والأعمال وطلب المعاش أو لطول الصيف وحره، فلا يكاد يقدر إلا على صيام الفريضة في رمضان، وكلما عزم على صيام النوافل حالت دونه الحوائل واعترضته الموانع. فها هو ذا جاء الشتاء، ها هو ذا فصل الشتاء قد أقبل، فيجد فيه من العون والقدرة عليه فيما لا يقدر عليه في غيره. وأما الحديث الآخر الذي يحفز القلوب للشوق إلى عبادة الصوم والإقبال عليها بما استطاع العبد من أيام سنته، فقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم:
كل عمل ابن آدم له، بمعنى أن له حظا ومدخلا لاطلاع الناس عليه. كل عمل ابن آدم قد يكون له مدخل في اطلاع الناس عليه، وربما أيضا يحوز به حظا من الدنيا، من الصلاة وقراءة القرآن والصدقة وسائر الأعمال الصالحة. قال الله: إلا الصيام، بمعنى فإنه خالص لي ولا يعلم ثوابه إلا الله عز وجل. قال: إلا الصيام. تدري لما؟ لأنه بوسعه أن يكف عن الطعام والشراب أمام الناس، لكن لن يصوم حقيقة إلا فيما بينه وبين الله. فكان الصيام من أخص عبادات الإخلاص. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أخرجه البخاري. يفرح عندما يصوم لأنه أتم صيام يوم وأنجز عبادة فضلا من الله فيفرح، وربما كان الفرح أن يفطر على لقيمات هنيئة وطعام لذيذ وشراب سائغ فيفرح. يفرح لأن الله أمده بصحة وعافية وأقدره على صوم يوم. لما لا يفرح؟ لكن الفرحة الكبرى هناك يوم يلقى الله. قال: وإذا أفطر أو إذا لقي ربه فرح بصومه. بالله كم تريد أن تفرح يوم القيامة؟ صم من أيام سنتك فرضاً ونفلاً بقدر ما تشتاق إلى قدر من الفرح يوم تلقى الله، وستدرك عندئذ أن أكثرنا صوماً بإخلاص وبأداء الصوم على حقه هم أكثرنا فرحاً يوم القيامة. قال: وإذا لقي ربه فرح بصومه. وها هو ذا الصوم مدرسة لتهذيب النفوس وتخليصها من الشوائب وأن ترتقي في سماء التقوى. أما قال الله عز وجل في فرض الصيام في سورة البقرة: لعلكم تتقون. فالصيام مدرجة في طريق التقوى، وكلما ازداد منه العبد صوما مخلصا وأداء للصيام بحقه فإنه لا شك يرتقي في هذا المدرج العظيم يسابق فيه أولياء الله الصالحين. ها هو ذا الصيام في فصل الشتاء يا كرام، أيسر ما يكون والله، أيسر ما يكون كلفة، وأقل عناء وأقل جوعا وعطشا، وأبرد على القلب وأيسر على النفس المؤمنة. فلا عطش لبرد الجو ولا جوع لقصر النهار، فهنيئا لمن عزم وأقدم فظفر واغتنم. هنيئا والله، وحسرة لمن قدر وتيسرت الأمور وكانت بين يديه فما استطاع أن يظفر بصوم يوم اثنين أو خميس أو الأيام البيض، أو يصبح ذات يوم سليما معافا آمنا مطمئنا فأراد أن يصوم يوما لله عز وجل. لا لشيء إلا لأنه يريد أن يكون له في فصل كهذا قصير النهار طويل الليل أن يكون له شيء من سهم بعمل صالح يرمي به يدخره لآخرته يوم يلقى الله. وأما باب القيام، العبادة الأخرى التي رغب فيها في فصل الشتاء أيها المسلمون، فعبادة الصالحين ودأب المتقين وزاد الأتقياء الصالحين الذي تسابقوا فيه في جوف الليل. قال رب العالمين ثناء على أهل الليل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اسمع اسمع إلى الكرامة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إنه من بالغ التشويق لأجر القيام أن يقول لك علام الغيوب: لن يبلغ علمك وصف الكرامة التي ادخرها الله لأهل الليل يوم القيامة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أثنى الله عز وجل في عدد من الآيات على العباد الذين لا يقضون ليلهم حسرة لا يظفرون فيه بركعتين لله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. اسمع إلى إحسان المتقين في دنياهم: كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا أول أوصافهم، أنهم يقومون لله عز وجل ويستغفرونه في جوف السحر. ف
فما أسعدها من حياة والله يجد فيها العبد المؤمن في ليلة من ليالي حياته ركعتين يقومها لله، ليس فرضاً يبحث فيه عن تبرئة ذمته من التبعة والعقاب والحساب، لا، هو قام شوقاً لله وحباً للوقوف بين يديه، يقرأ ما تيسر من كتاب الله، يركع تعظيماً لله، يسجد طمعاً في رحمة الله وطلباً في عظيم فضله وعطائه ونواله لمن يطرق أبواب الدعاء في تلك الساعات جوف السحر. هذا الوصف الذي خص به الموفقون من أهل الإيمان جاء كثيراً في نصوص الشريعة إغراءً وحثاً، أثنى الله عز وجل على عباد الرحمن فذكر في صفاتهم والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً، يبيتون بين سجود وقيام، علموا حقيقة أن تلك الساعات التي يتقلب فيها الناس على الفرش وتهدأ فيها العيون وتغمض فيها الجفون وتسكن فيها الأرواح هي ساعة اختلاء المحب من يحب، اختلاء العبد بخالقه وربه، فيجد من خفة الروح وأنسها في ملاقاة ربها واستمتاعاً بما يتلو من كلام الله واسترواحاً وتلذذاً بالدعوات والمناجات والركوع والسجود، فعندئذ يكون ممن أدمن تلك العبادة، فلا يقبل لنفسه أن تمر عليه ليلة إلا وله لله عز وجل فيه ركعتان أو أكثر، يريد أن يحوز في صحيفته ما أثنى الله تعالى به على أولئك الصالحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع كيف كان يحث شباب الصحابة على هذه العبادة الجليلة، قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقرت هذه الكلمة في سمع عبد الله بن عمرو والحديث في البخاري، فعلم أنها وصية نبوية نفيسة، أن من وفقه الله فاستطاع أن يجعل في عمله شيئاً من قيام الليل فخسار والله أن يترك ذلك. قال أهل العلم لأنه كالمعرض بعد الوصل فهو معرض للذم. وأما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما رأى تلك الرؤيا فذهب وقصها على أخته حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، أخبرت حفصة رضي الله عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم بما رأى أخوها عبد الله، فماذا قال؟ قال لها جملة في كلمتين، قال لها نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فبلغت حفصة رضي الله عنها أخاها عبد الله بتأويل رسول الله صلى الله عليه وسلم لرؤياه، قالت يقول لك نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، قال فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. علم الطريق، وكانت وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الصحب الكرام وهم في سن الفتوة وبدايات الشباب كانت لفتة إلى اغتنام الأعمار وإدراك أن هذا المعنى البديع ينبغي أن يظفر به المسلم من أول حياته لتكون عابرة بتلك الكنوز التي تستخرج من مناجم قيام الليل. في الحديث الذي أخرج الترمذي وابن خزيمة وحسنه الألباني لشواهده يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. من أراد أن تخف روحه وأن تنشط في طريق الطاعة وأن يزداد قربا من الله وأن يأنس بالمناجاة وحلاوة الذكر وقراءة القرآن وأن يسلك في طريق عباد الله الصالحين فعليه بقيام الليل. وليس معنى هذا يا كرام أنه ينبغي أن تفعل كما تفعل أيام رمضان، ولا يخطر ببالك أنه لا ينبغي قيام ليل إلا بعشرين ركعة أو بعشر ركعات، وأنه لا بد أن تقرأ فيها حزبا أو جزءا، ولا بد أن تختم في كل عشر أيام مثلا عشرة أيام أو في شهر أو أقل. لا يا حبيبي، قيام الليل ولو بركعتين لله تقرأ فيهما ما تيسر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومعناها أنه من لم يظفر ولو بركعتين يقرأ فيهما ولو عشر آيات كان غافلا تلك الليلة، نسأل الله السلام. غفلة والله
إن بات العبد المؤمن وما وجد لنفسه 5 دقائق يركع فيها لله ركعتين قيام ليل بعدما يفرغ من صلاة العشاء وسنتها، فيجعلها ركعتين لله قبل أن يوتر. قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. هذا قانت. قال الله: وقوموا لله قانتين. قال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني الذين حازوا قنطارا من الأجر. هذه القناطير العظيمة التي يسبق إليها السابقون هي درجات. والمقصود عبد الله أن لا يقعد بك الشيطان عن قيام لله عز وجل في هذه الليالي الطويلة الباردة ولو بركعتين. غبن والله يا أحبة أن يكون الليل بطوله، ننتهي من صلاة العشاء مبكرا وبيننا وبين الفجر ساعات طوال، وفي بعض بلاد الناس يبلغ الليل ساعات أضعاف ما هو في النهار. أقول حسرة والله وغبن أن تمضي ساعات الليل الطوال فنقضي فيها أعمالا ونشهد فيها مناسبات ونأكل ونشرب ونأنس بالأهل والأولاد ونذهب ونجيء ونفعل كل شيء، ثم نعجز أن نجد فيها 5 دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة نجعلها ذكرا لربنا قائمين وراكعين وساجدين. ليس شيء من ذلك سيزاحمك عن سائر عملك في تلك الليالي، لكنها اليقظة والتوفيق الإلهي ولا شك، وبضدها الغفلة. عندما تمر الليلة تلو الليلة والليالي المتتابعات ثم لا يشعر أحدنا بحسرة، ليس لأنه ترك واجبا، هو قد صلى الفريضة وشهد العشاء وربما أوتر فحاز أجر تلك السنة العظيمة، لكن الكلام على باب من الفضل يخص الله تعالى بها من اصطفى من عباده فيقيمهم أو يأذن لهم سبحانه بأن يقوموا بين يديه. ها هو ذا الشتاء يا كرام، ستمضي أيامه وتنطوي وتكون مرحلة تمر بنا ونمر بها، فرص الخير عابرة والحياة قصيرة وصحائف الأعمال ترصد فيها الحسنات، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن عجز عن نواسم السعة واليسر والسهولة فهو في غيرها أعجز، وأقل ذلك ركعتان بما تيسر من القرآن، وهي دعوة لأن تنشط النفوس بهذا الإغراء الذي جاء في الشريعة. وقول عمر رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين. فأدركوا رعاكم الله ما كتب الله لكم من التوفيق والتيسير في هذه الأيام التي هي موسم العبادة، هي ربيع المؤمن، وهي فرصة للازدياد من الطاعات والاستكثار من الحسنات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكتبنا في خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية يا رحمن ويا رحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا حي يا قيوم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ارزقنا يا رب برهم في الحياة وبعد الممات يا ذا الجلال والإكرام، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعوذ بك يا ربي من الزيغ بعد الهدى والضلال بعد الاستقامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،
إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا، اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رحمن ويا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.